مرة تانية نرجع للميا عشان نتعرف منها على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة بالتفصيل. اتفضلي لميا. شكرا يا شاذلي. مشاهدينا بصبح عليكم مرة تانية، وعاوز أقول لكم حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحر على جنوب الصعيد. الجو كمان هيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء، وفي كمان شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفي كمان فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس بتنضم لنا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، على التليفون. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. بالحسابات الفلكية فصل الخريف بيبتدي من 23 سبتمبر وبيكمل لحد 30 ديسمبر. خلينا نعرف، بمناسبة طبعا مؤتمر المناخ كوب 27 اللي هيتعمل في شرم الشيخ خلاص يعني يومين ويبتدي المؤتمر، كلمينا عن التغيرات المناخية اللي بتحصل وخصوصا في فصل الخريف من قبل كده، والتغيرات اللي احنا بنشوفها في الزمن ده أو في السنة دي على الأقل. بالفعل التغيرات المناخية بدأت تأثر على كل دول العالم ومنها جمهورية مصر العربية. يمكن التغيرات المناخية وتأثيرها بيكون في كل بلد مختلف نتيجة الموقع الجغرافي لكل بلد ونتيجة طبيعة مناخ كل بلد. وإحنا كمان في السنوات الأخيرة، يمكن على مدار الخمس سنوات الأخيرة، بدأنا نشوف عنف الظواهر الجوية، بدأنا نشوف تكرار الحالات الجوية الغير مستقرة بشكل متقارب، بدأنا نشوف كميات الأمطار في حالات عدم الاستقرار بشكل كبير جدا. يمكن احنا في السنوات الأخيرة ويمكن خلال هذا الخريف بدأنا نشوف كميات أمطار خلال حالات عدم الاستقرار مع فرص سقوط الأمطار كبير جدا، وده بفعل التغيرات المناخية وتأثير التغيرات المناخية. عنف الظواهر الجوية في سيول أسوان في الخريف الماضي طبعا حصل فيه خسائر مادية وبشرية، لأن التغيرات المناخية مش بتأثر بس على درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض، لا، هي بتأثر على الظواهر الجوية، بتأثر على طبيعة الحياة، بتأثر كمان على الاقتصاد، بتأثر على الزراعة، فهي بتأثر على كل جوانب الحياة. أكتر المحافظات أو المدن اللي متأثرة بالتغيرات المناخية، يعني سمعنا أنه أكتر محافظة اسكندرية يعني معرضة أن هي تبقى مش موجودة أصلا، هل الموضوع ده حقيقي؟ هو في ظل التغيرات المناخيه كل حاجه وارده، لان احنا في يعني المناطق الساحليه معرضه لطبعا ارتفاع منسوب البحر ومعرضه لزياده معدلات الامطار، المناطق الداخليه كمان فيها كميات امطار فبتؤدي ل يعني دمار في البنيه التحتيه وبتؤدي لخسائر ماديه وبشريه، فهي اغلب المحافظات في جمهوريه مصر العربيه معرضه لتاثير التغيرات المناخيه، لكن هي بتختلف طبعا من مدينه لمدينه وتاثيرها بيختلف من مدينه لمدينه. يمكن القاهره متعرضة لكميات الأمطار اللي احنا شفناها في الحالات الماضية، كميات أمطار فممكن تؤدي لخسائر مادية كبيرة جدا. الإسكندرية بالفعل معرضة لزيادة في معدل كميات الأمطار وارتفاع منسوب البحر، لكن ارتفاع منسوب البحر دي كلها أبحاث وبعض السيناريوهات اللي طبعا الأبحاث بيعملوها. تمام. طمنينا على أخبار الطقس النهاردة والحالة الجوية بشكل عام في كافة المحافظات. هو احنا طبعا من اليوم هنبدا نشهد حاله من حالات الاستقرار في الاحوال الجويه، اجواء خريفيه مستقره على اغلب الانحاء نتيجه تاثرنا بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا. المرتفع الجوي ده هيؤدي لزياده فترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، ونتيجه طبعا الاستقرار في الاحوال الجويه الظاهره الجويه المؤثره هي الشبوره المائيه اللي بتظهر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. مهم جدا ناخد بالنا من وجود الشبوره المائيه لان هيبقى في انخفاض معاها في الرؤيه الافقيه بشكل كبير، خاصه غدا الجمعه ان شاء الله هيكون في انخفاض في الرؤيه الافقيه، فمهم جدا قائد المركبات والمسافرين على الطرق مع وجود الشبوره المائيه القياده بهدوء تام واتباع كافه تعليمات المرور. وايضا مع زياده فترات سطوع اشعه الشمس هنحس بالاجواء المائله للحراره خلال فترات النهار على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، محافظات ايضا جنوب البلاد وجنوب سيناء، اجواء معتدله الحراره على محافظات السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، ده طبعا خلال فترات النهار. لكن خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس طبعا هيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، متوقع الصغرى توصل ل 17 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، فهنحس بالأجواء المائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر. بالإضافة كمان هيكون في هدوء في سرعات الرياح على أغلب
اغلب مناطق الجمهوريه، وبالتالي هيكون في اعتدال في حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط. ارتفاع الامواج في البحرين لا يتجاوز 2 متر. اشكرك في النهايه، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي خلونا نتعرف على درجات الحراره المتوقعه النهارده. القاهرة العظمى فيها 27 والصغرى 18، العاصمة الإدارية العظمى 27 والصغرى 18، اسكندرية 25-16، العالمين الجديدة 25-16، مطروح 25-16، دمياط 26-19، بورسعيد 25-20، الإسماعيلية 28-17، السويس العظمى فيها 27 والصغرى 20، العريش 26-19، كاترين 21-21، طابة 25-19، حلايب 27-22، شلاتين 30-23، شرم الشيخ 28-21، الغردقة 28-20، الفيوم العظمى فيها 27 والصغرى 18، بني سويف 27-17، الوادي الجديد 29-14، أسيوط 28-15، سوهاج 28-16، قنا 29-17، الأقصر 28-18، وأسوان العظمى 29 والصغرى 18. وبكده نروح مرة تانية لشاذلي ومنا، نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا شكرا لك.